الو ايوه يا فندم، استاذ عماد، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك كتبت مقاله يعني حلوه قوي، جميله، عجبتني، ولكن كنت تقصد بيها ايه المقاله؟ كمان كان ليها تكمله، كملت المقاله ولا ما كملتهاش؟ العنوان ايه يا فندم المقال اللي عجب حضرتك؟ عنوان، هل هي مسرحيه ولا مش مسرحيه؟ نعم، لا ايوه انا كتبت فعلا، كملت وقلت انه العنوان الثاني كان هل كان بامكان ايران الا ترد؟ ده كان الجزء الثاني. الفكره نعم بتاعت المقال انه من حق الناس طبعا ان هي تتساءل وتسال وتتكلم وتقول مسرحيه، زي النهارده بالظبط. بالمناسبه النهارده في اصوات في اسرائيل، في وزير داخل الحكومه الاسرائيليه ووزير مهم جدا اسمه ايتمار بن جافير، ده وزير الامن الداخلي واحد اهم يعني اللي بيشكلوا ائتلاف نتنياهو، بيصف العمليه الاسرائيليه اللي اتعملت ضد ايران في اصفهان ليله امس او صباح اليوم بان هي مهزله ومسرحيه. نعم فبالتالي الفكره العامه انه في اطراف جوه اسرائيل جوه المنطقه العربيه وفلسطين بتقول ان الرد الايراني على اسرائيل كان مسرحيه، وفي اطراف بتقول جوه اسرائيل ان الرد الاسرائيلي على ايران كان مسرحيه. وبالتالي فكره ان هي مسرحيه او غير مسرحيه بيتوقف على الطرف اللي بيوصف ده في اي طرف، في اي زاويه بيقف، في اي انتماء، هل هو تبع يعني الدول العربيه المعتدله ولا تبع ما يسمى بمحور المقاومه، هل هو اسرائيلي مع نتنياهو او اسرائيلي ضد نتنياهو، هل هو امريكي ام اوروبي. وبالتالي ما قصدت ان اقوله انه فكره توصيف ما حدث او توصيف الصراع باكمله بين العدوان الاسرائيلي الغاشم على الارض المحتله وعلى غزه من 7 اكتوبر لدلوقتي، ثم الاشتباكات بين اسرائيل وحزب الله واسرائيل والحوثيين، ثم التدخل الايراني قبلها طبعا المهاجمه الاسرائيليه للقنصليه الايرانيه في دمشق، ثم الرد الايراني، ثم الرد الاسرائيلي غير الرسمي حتى الان. نحن القصه اكبر من ان احنا نوصفها ان هي مسرحيه ولا مش مسرحيه، الموضوع اكبر من كده لانه الموضوع متشابك فيه رؤيه. أكبر يعني من انا كده برا، بمعنى إيه؟ نعم أكبر من كده بمعنى إيه؟ تقصد بإيه اكبر بالموضوع من أكبر كده من كده؟ بمعنى انه احنا كعرب وكفلسطينيين نريد ان نحل القضيه الفلسطينيه والفلسطينيين ياخدوا دوله. اسرائيل تريد ان تهرب من هذا الالتزام بتبدير المنطقه باكملها، وبالتالي من مصلحه اسرائيل ان يبقى في حرب اسرائيليه ايرانيه تدخل فيها امريكا والغرب، ويبقى الصراع بين ما يسمى قوى الاعتدال وقوى التطرف، وبالتالي تهرب اسرائيل من فكره ان هي ترجع حقوق الفلسطينيين، ويبقى القصه اكبر من حتى لو كده. هي حرب بالشكل كده بس، لكن مش حرب حقيقية، ولكن يبقى في حرب شغالة كده عشان نبتدي ان احنا نأجل موضوع القضية الفلسطينية على قد ما مش نقدر. بس التأجيل، هو تأجيل القضية الفلسطينية وكمان تدمير البرنامج النووي الإيراني، هذا هدف لإسرائيل كلها مش لنتنياهو فقط. فبالتالي علينا إن احنا دايما واحنا بنوصف الأشياء أو بنوصفها إن احنا نشوف كامل عناصر الصورة عشان تبقى الرؤية واضحة. نشوف كل طرف هي إيه أهدافه الرئيسية وإيه أهدافه الفرعية؟ إيه الـ 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 يعني ده كله حاجات متداخلة ببعضها، لابد إن احنا نبقى واعيين ليها كعرب وكفلسطينيين. حتى بالمناسبه ايران طبعا لها اهداف، ايران ما بتعملش ده عشان خاطر عيون العرب او الفلسطينيين، ايران لها اهداف قوميه تريد تحقيقها، تركيا لها اهداف، اسرائيل بطبيعه الحال لها رغبه تسيطر على المنطقه والغرب بيحميها حمايه كامله منذ انشائها سنه 48 حتى هذه اللحظه. هذه هي العناصر اللي انا بتكلم عليها اللي بتخلينا نقدر نوصل هل ما حدث كان مسرحيه ولا مش مسرحيه، ولو هي مسرحيه مين اللي استفاد بيها؟ ومن مين اللي الخضار استفاد مثلا بيها؟ مين اللي استفاد بيها؟ لحد هذه اللحظه اسرائيل تضررت في جوانب وربحت في جوانب، تضررت انه جوانب في اقتصادية طبعا، ضررت بشكل اقتصادي بشكل الجزء كبير جدا. الاقتصادي يدخل، نعم يعني هي في الجوانب الاقتصاديه خسرت مليار دولار واستفادت، بتوصل. هل استفادت ان هي غسلت سمعتها شوية، شكلها بقى احسن شوية قدام العالم؟ خليني بس اقول لحضرتك يعني وجهه نظري، اتفضل. هي خسرت اقتصاديا مليار دولار في الطلعات، مظبوط. خسرت ان هي الدوله التي لا يتم الحرب على ارضها، ايران ارسلت صواريخ
دخلت الاجواء الاسرائيليه؟ هل كان مقدور اسرائيل ان هي تصد كل الصواريخ دي بدون الدعم الامريكي والفرنسي والبريطاني؟ لكن كذبت ايضا انه التركيز صار على الموضوع الايراني مش على موضوع غزه. طب كان في تساؤل عايز اسال راي حضرتك فيه ايه؟ بيقال ان هيبقى في تحالف بريطاني امريكي فرنسي اردني، هل شايف ان التحالف ده هيفضل موجود ولا ده كلام الناس بتقوله كده وخلاص؟ لا يا فندم، لا يمكن ان يكون الاردن له موقف رسمي اعلنه رسميا اكثر من مره بانه لن يكون طرفا في اي اشتباكات، ان هو بيدين اي هجمات تستهدف اراضيه سواء كانت مسيرات جايه من ناحيه ايران او جايه من ناحيه اسرائيل. بس هي الصواريخ اللي عادت امبارح من اسرائيل لايران، هل الاردن تدخل؟ لا لا، ليس لدي علم. بص يا فندم، حتى هذه اللحظه لا يوجد اعلان رسمي اسرائيلي ان هناك هجوم اسرائيل على ايران، هذا رقم واحد. ما فيش اعلان رسمي رقم حصل؟ لا فعلا ايران رسميا لحد دلوقتي بتقول بترجح ان ما تم هو تسلل داخلي ومسيرات صارت من داخل الاراضي الايرانيه وتم اسقاطها. اظن انه ده هدفه، انه عدم توسيع رقعه القتال وانه يتم اغلاق هذا الملف والعوده الى المربع صفر قبل المهاجمه القنصليه الايرانيه في دمشق. اخيرا اخيرا، رفح الفلسطينية، هل هيكون في عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نعم أم لا؟ في هذه نعم بشرطة، نعم الولايات المتحدة ما زالت تقول أنها تعارض هذه العملية، وإذا تمت على إسرائيل أن تتخذ مزيد من الاحتياطات حتى تضمن عدم وقوع مزيد من الضحايا. يعني نعم هيكون في؟ يا فندم ده سؤال ما ينفعش نعم أو لا. أنا أظن نتنياهو نفسه ليس لديه إجابة شافية بنعم أو لا. بيمد في أمد الحرب على قد ما يقدر طبعا، ولكن الهدف يا فندم، هدف نتنياهو مش بس إنه يحافظ على الكرسي، هدف نتنياهو يصفي القضية الفلسطينية. فبالتالي لما يهجم على رفح ويضغط على الفلسطينيين هيبقى كل هدف أي فلسطيني إنه هو ينجو بنفسه، هذا هو الرهان نتنياهو. الخوف الأكبر إنه لما أمريكا تعمل الميناء في العائم ان السفن التي ستاتي بالمساعدات تخرج باهل غزه. هذه كلها مخاوف مشروعه. الهدف الاسرائيلي في تفريغ غزه وتصفيه القضيه الفلسطينيه بدا سنه 48 ولن ينتهي الان او بعد ذلك، هذا هدف موجود في الدرج سينفذونه في اللحظه التي يعتقدون انها مناسبه وفي اللحظه التي يضعف فيها الفلسطينيين ويستمر انقسامهم ويضعف فيها العرب ويستمر انقسامهم. طيب استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده شروق، بشكرك جدا على المداخله دي. يعني في مثل يقول لك كده ايه، يا رب اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين، يعني انه ايه ان شاء الله يا هم الاثنين يخلصوا على بعض.